بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كيف تعرف الصحابة في أول أمرهم ثم كيف جاءتهم الأول؟ أحبتي الأخوة، حينما نزل القرآن على الصحابة كان الصحابة لا يفكرون إلا فيما يبصرون، كانوا لا يفكرون إلا فيما يرون، فيما يملكون بأيديهم، في شهواتهم، كانوا لا يفكرون إلا في نار أو في طعام أو في رعب، كان لا يرى بعيدا عن الصحراء، لا يسمع عن شيء في العالم أقصى ما يسمع عن فارس الروم. كانت هذه هي تصورات بسيطة ساذجة عن الناس، عن المرضى، عن البر، عن المال، عن الإبل، عن السماء، عن الكعبة، عن من حوله من الناس، عن فارس، عن الروم، عن الأرض. كانت تصورات بسيطة ساذجة. لما نزل القرآن لم ينجل بمجرد أحكام متغيرة، كان ممكن ينزل القرآن أول ما ينزل خلاص روشكم، لما حد يشوف البنت وقت بنات حرام المرأة لها حقوق في الإسلام، لكن لم ينزل لم يتلقاه الله على القرآن. ولكن العجيب في تغيير القرآن سبحانه إنه نزل بتغيير كلي لمفاهيم الصحابة، لكل أفكار الصحابة، عن كل شيء نظرة جديدة، عن كل شيء مفاهيم جديدة، عن كل شيء نظرة جديدة إلى السماء، إلى من حوله، إلى النساء، إلى الأرض، إلى فارس، إلى الروم، إلى العالم، إلى يوم سوف يأتي إلى يوم بعد واليوم الآخر، عن الله، عن الغيب، عن الرسل، عن الكتب، عن التمييز، عن المستقبل. نزل القرآن لينزع الحواصل الزمنية. كلمه القرآن عن وقت كان عرشه سبحانه وتعالى على الماء. كلمه القرآن عن وقت سوف يأتي يذبح فيه الموت لا ليل ولا نهار. كلمه القرآن رفع التواصل الزمنية، رفع التواصل المكانية. كلمهم عن العرش، عن سنوات سبع، عن سدرة المنتهى، عن جنة الخلد، عن جيل، عن جهنم. غير كل آفاق، غير كل مفاهيم. نزل القرآن يغير نظرتهم إلى الإبل، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ غير نظرهم عن السماء، غير نظرهم عن ابنه، أفرأيتم ما تنظرون؟ أنتم تخلقونه. نزل القرآن بتغيير كل المفاهيم عند الصحابة. فتلقى الصحابة القرآن ربطا طريا، تلقوا حقائق جديدة، تلقوا عقيدة جديدة. فأصبح الصحابة معنى كلمة يؤمن مش معناه انه يغير بعض أشكال حياته، مش معناه انه مجرد هيخلع ثياب الكفر وانه يتبدل وانه يخلق شعر، ليس فقط هكذا. معنى ان الصحابة يؤمن انه قبل هذه المنظومة المكتملة من المفاهيم عن كل شيء في الحياة. ده معنى الصحابة يؤمن، معنى انه قبل انه يغير طريق تفكيره ونظرته عن كل شيء في الحياة، وقابل لان يتلقى هذه النظرة الجديدة عن كل شيء في الحياة. الصحابة لما كان يؤمن يتلقى هذه الكلمة جديدة، كلمة الله. أين الله؟ من هو الله؟ ما هي صفاته؟ كان يتلقى هذه الحقائق جديدة، يسمع القرآن ليتلقى حقائق وعقائد، ثم تكون في عقيدته وفي قلبه وفي عقله وفي غيره معتقدا جديدا يتحرك به في الناس. مش مجرد ما يقول يقعد عن الحياة يقول له اعمل ايه؟ يقول له خلاص غير كذا وغير كذا وغير كذا في حياتك. لو انت متجوز اكثر من اربعه طلعه اكثر من اربعه وما تعملش كذا وما تروحش تقعد في الامر، يقول له خلاص كده. يقول له انت كده بقيت مسلم. لا، ما كانش ده ايمان. كان الايمان انه مطالب انه يتلقى هذه العقائد كلها.
كلها يتلقى هذه العقائد وتصبح حقائق في حياته. الله من هو الله؟ الله عز وجل خالق كل شيء، بيده بقاء كل شيء، له ملكوت السماوات والارض، الله عز وجل يحكمكم لا معقب لحكمكم. كان الصحابي يتلقى هذه المفاهيم، فحين يخبره أن الأمور ومقاليد الأمور في الدولة الفلانية يقول اسكت إنها بها الله. حينما يخبر واحد أن فلان له حكم في المسألة يقول اسكت الله يحكم ولا معقب لحكمه. حينما يخبر واحد أن هذا الكوكب في تصرفات تحت نحن الله عز وجل يدبر الأمور، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. الله عز وجل يسمع ويحاسب الناس. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، الله يعلم ما في الصدور. الصحابه تلقوا هذه الكلمات وهذه العقائد عن الله فتغيرت حياتهم. لاول مره يمشي في الارض يشعر انه مرتبط بالسماء. بيوت مكه وبيوت المدينه من الصحابه كانوا يعلمون ان الله عز وجل طالع عليهم ويعلم ما بذاته، بل يعلم ما في صدورهم. كعب بن مالك لما يتخلف على تعود يقول لنفسه صلى الله عليه وسلم انا ممكن ارد على نفسي واجادل على نفسي مجددا، ولكن الله هذه العقيده التي تلقاها الله يعلم ما في صدري يطلعك على ما في صدري ويخبرك. كانوا يعاملون الله قبل ان يعاملوا الناس، تغيرت هذه النظرة للحياة، فكانت نظرتهم وعقيدتهم عن الله عقيدة مختلفة، غير حياتهم. يسألون عن حكم الله قبل كل شيء، كانوا مرتبطين بالسماء، كانوا يعلمون أن الله يدبر الأمور، وأن العلاقات الدولية بتفارق الأمور التي لا دخل له فيها، يعلمون أن الله يسيرها. لله الامر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. يعلمون ان لهذا الكون خالقا مدبرا حكيما رحيما لهذا الكون. كان كذلك تغيير لنظرتهم عن معنى الله. مجرد ايضا ان تقرا الفاتحه الحمد لله رب العالمين، حينما يسمعون هذه الكلمه يتلقونها على حقيقه جديده تضر المعتقد، يسير بها في الارض ان العالمين رب يحتاجون اليه، وان العالم كله يرجو اي بيده يزداد مثل بيده السماوات بتتسع، النبته تنمو، الحيوانات تنمو، العالم كله يرجو ويحتاج والى ان يرجو الى رب في كل لحظه وفي كل شيء. من هو رب العالمين؟ الله. فيحملون ان للعالمين ربا هو الله. الحمد لله رب العالمين، وان هذا الرب رحيم بعباده، الرحمن الرحيم، وان هذا الرب سوف يبعثهم ليوم الدين، مالك يوم الدين، ويجب عليهم ان يطيعوه، اياك نعبد واياك نستعين. يعلمون ان لهذا الاله مرادا، وان لهم صراطا واحدا مستقيما يطلبون من الهدايه، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم. وان هذا الاله يغضب على من ترك هذا الصراط، كانوا يخافون غضب الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كان يتلقون الايات على انها عقائد، كان يسمع الايات يعلم عدم من هذه الآيات التي تتحدث عن الله أن لهذا الكون خالق مدبر، له أسماء، له صفات. ثم يتعامل في الحياة، الله عز وجل يعلم ما في صدري، إذا لا أكلم في صدري صدق الخير. الله عز وجل يعلم كلامي مع الناس ويسمع ويطلع. الله عز وجل يحب، الله عز وجل يطلب ماذا يحب الله حتى أفعله، وماذا يبغض الله حتى أبتعد عنه. تغيرت عقائد الصحابة عن الله، تغيرت عقائد الصحابة عن يوم الآخر. نزل القرآن يخير نزل الصحابة عن حركة الليل والنهار، من كل يوم نقول بكرة بكرة بعد الشمس والقمر والبراد. أخبر الله عز وجل أن
لما أجل جلسة وأنهما يسيران يسبحان بحمد الله لا يسيران هكذا وكل في فلك يسبحون وإن من شيء إلا يسبح بحمد الله. يسمع هذه الآية كان يتفقها على حقيقة فيسير لطرقات مكة لطرقات المدينة يوجد أن هذه الجبال تسبح بحمد الله يوجد أن جنود من جنود الله لو شاء الله عز وجل أن يطبقها على العصاة لفعل ويوجد بذلك. خل حينما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديث يوشع يسعون ويقول للشمس ويقول لها أن أنت مطيره وأنا أنا مطيره. تخيل بل بل كان يقع في قلب الصحابي خلق الصحابي الغلام يزرع هذه الآية وهذه الآية. تخيل غلام يزرع للنبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمع كلمة الأمة إنما تقع في خيال غلام الأمة وهي مجتمعة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عز وجل رفعت عقلاه وجفت صوت الصوت. حينما كان يسمع صحابة هذه العقائد ويتلقونها لأول مرة كانت تتغير عقوله وتتغير قلوبه وتتغير بالتالي حركاتهم وسكناتهم. صحابي لما يشوف الشمس والقمر يضرب ثم يكلمه القرآن على أنه سوف يأتي اليوم الآخر يوم الدين سوف تأتي الواقعة حتما شاء من شاء وأبى من أبى سوف يأتي هذا اليوم يوم فصل بين الناس يوم القضاء سوف تأتي الصاخة سوف تأتي الطامة سوف يأتي يوم تغابر حينما يغضب الناس كثير من الناس الذين ضيعوا أوقاتهم وأعمارهم بعيدا عن طاعة الله. تخيل حينما يتلقى كلمة الطامة القارعة الصاخة تخيل حينما الحاقة تخيل حينما كان يسمع هذه الكلمات ويعلم أن هذه الأوصاف يوم سوف يأتي يوم تذهل فيه كل المضاعف عن أربعة. تخيل الصحابة يسمع لأول مرة في يوم الأم المرضعة التي تحب ابنها تلقي به من هذا اليوم وتضع كل ذاتها من حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد. خلي الصحابة يسمع هذه الكلمات إن سوف يأتي يوم يفر فيه المرأة من بنيه تتعجب ابني لأن طول عمري بشتغل عشان أجيب له فلوس يأتي يوم يفر فيه من ابني من إخواني من أبي من أمي من زوجاتي أيها الأولى في ذلك اليوم خلى المصحف يسمع اليوم بهذا الصفات سوف كيف يستعد كيف كانت تتغير عقائده كان وتلقونه على ما حقائق كانوش بيسمعوا الآن زمن سمعها الآن طال عليه على الأبد يدب دب جبال تنتم صخور القلب وإن من الحجارة ما يتشقق ويتبدل ويهدى من خشية الله ولكن قلوبنا قست فهي كالحجارة قسوة. كان الصحابة يتلقوا هذه الآيات على أنها حقائق خلاص يسمع هذه الآية ممكن يغمى عليه يغمى عليه ما يعاد شهرا إنه تذكر وتصور نفسه في هذا الموقف ثم يعيش في تجارته في بيعه وشرائه يعيش مع زوجته مع أولاده بهذه العقائد. سيدنا حنظلة يروح البيت يقعد مع مراته يفكر بالضرب الاخر فيبكي ويخرج من بيته بكي عايش مع الكلام هذه العقائد قرت في قلبه كان قبل ان يفكر المال الحرام يتذكر هذه العقائد فنزل القران كما يقول واكرر
لا لم ينزل القرآن على الصحابة ليغير حكما أو حكمين أو ثلاثة من عذاب الجاهلين ويقول لهم اتركوا كذا وافعلوا مكانه كذا، اتركوا الخمر واشربوا مكانها العظيم، اتركوا كذا وافعلوا كذا، الزواج اتركوا الأنكحة اللي كانت موجودة في الجاهلين ولكن طرق النكاح الشرعية هكذا. هذا مقصد المقام الخاص بنزول القرآن، لكن المقصد الأصلي هو أن تغير العقائد أولا، أن يتغير عقيدته وتتغير عن الله عن اليوم الآخر عن الناس. من هم الناس؟ من هي عشرة وقبيلتها؟ هل أحبها؟ هل هم أصحابها؟ متى أدافع عنها؟ ومتى لا أدافع عنها؟ هل أحيانا يحدث تصارع؟ هل أحيانا يحدث تعارض؟ ما هي علاقتي بالمؤمنين؟ ما هي علاقتي بالكافرين؟ من هم يكون؟ كيف أتعامل معهم؟ كيف أتعامل مع الكافر؟ المحارب، الكافر، العدو، الكافر الذي أعطيته العدل والميثاق، كيف تتعامل مع الناس؟ كل هذه النظرة تغيرت على الصحابة. إنما المؤمنون إخوة، وإن كان أباؤكم إخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، من هم هذول أحب حسن في الحياة؟ تخيل هؤلاء لما يقضي في طريق الجهاد في سبيل الله يتهدد الله عز وجل ويتوعد الله عز وجل فتربصوا حتى يأتي الله بأمر الأخير. تخيل أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقتنوها وتجارة تخشون شهادتها ومساكن ترعوناها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يتوعد. تخيل أصحاب يسمع الجهاد، تخيل لما يسمع كلمة لا تدخلوا عدوي وعدوكم أولياء، تخيل لما يسمع آية لا تدخلوا اليهود والنصارى أولياء، تخيل لما يسمع إمام المؤمنون إخوة، تتغير عقائده، تتغير مفاهيمه، أصبح يخرج في المعركة ويقاتل عشيرته وقبيلته وأباه وأخاه، شوف المفاهيم تتغير، ولما يقع يكون في الأسد ويمر على أخيه وهو الأسد يقول المسلم اشدد أسد على أخوه فإن أمه صحيح الحمال. ممكن يجي لنا المراد المحسوس يتحدث عن الاخير ثم اذا نطق بالشهادتين فان تاب واقام الصلاه واخوانكم في الدين ينتقل من عدوه الى ولي. اي عدو عند هذا؟ هذا الكلام كان جديدا على الصحابه ولكن تخلقوا به، اعتقدوا هذه العقائد، تحققوا بها، فاصبحوا ينظرون الى السماء على علم خلق الله، على أن هناك غيبة، على أن هناك عرش يستوي الله عز وجل عليه استواء يليق بجلال وجهه العظيم. أصبحوا يوقنون أن هذا بعث، أنه غيب الله عز وجل يوم الليل وإلى نهار، أن في يوم تبدل فيه الأرض والسماوات. أصبحوا يعيشون عن بعد ينتظرون الأرض من السماء. بل بكت أم أيمن رضي الله عنها وأبو بكر بن عمر بكوا بانقطاع الوحي، ما عادش حد وحي وحيد، بكوا بانقطاع هذه الصله. ولكن بيدنا القران لا يتغير، لماذا لا نتغير القران؟ ليه ما نتعاملش مع القران على انه عقائد وحقائق؟ تخيل انك تتلقاها لاول مره، ايه العلم عن القران على انه حقائق؟ هذا الكتاب سيضيق عليك يوم القيامه بما فيه من عقائد وحكايات. خل سبحانه لما سمع ويسمع آيات القرآن تكون عنه مفهوم كامل عن الإسلام. العجيب أن أحيانا تجد بعض الناس يتمسك ببعض أحكام الدين، إنه ممكن يصوم اثنين وخميس أو بيصلي أو بيحافظ على بعض الأحكام الشرعية وهي من أعمال الدين، وقد يحدث تغيير في اصول الدين الكلي هو لا شرع هو فرحان بيعمل بعض الاحكام الشرع يغير، يحدث تغيير في عقائد الناس الكليه تجاه الاسلام، الاسلام رساله عالميه
تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ممكن واحد يقول لا القرآن للمسلمين بس للعرب بس، القرآن ما يمثلش بره في العالم عالم. ومعنى القرآن رسالة عالمية، إن اللي مش هيؤمن بالقرآن كافر، كلنا لا يؤمن بالقرآن وكافر. ده معنى كلمة عالمية. لما ربنا يقول لي أنا الأتان قد جاءكم، يعني قد جاءكم رسولنا ورسول عدونا، إذا هم مخاطبون بهذه الشريعة ولو تركوها كفروا. لما يحدث تغيير في العقائد الكلية من الدين مثلا، ما يتدخلش في نواحي الحياة العام العام الدين في المساجد، يحدث تغيير في أصول الكلية للدين والناس لا تشرب الشرب. ليه؟ لأنه تلقى الدين على أنه مرة ضحكة صغيرة للعقائد، ولسه الجديد مفهوم كامل كلمة العقيدة. ونقل عن أكبر الصحابي بعضهم رواها ثلاثة من الصحابة هذه الكلمة حينما يستمعان لعالم ويفكر فيه وفيه وفيه هذه ليس الآية وليس الحديث. ده مفهوم رجل عادي رجال المسلمين فهموا عن الدين لما كان يتلقى انتوا مين؟ فيقول نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور السلطان إلى عادة عالمية. كلمة نقلت على ثلاثة من الصحابة في مواقف مختلفة أمام ناس مختلفين. هذه كلمة ضغطت أبي أبدا لقلها نصر إلى النبي عبد الله صلى الله عليه وسلم. لا لا هل موجودة في لا هو لما تم القرآن على بعض عقائد مكتملة مع الشريعة على كلا آيات الجنة مع آيات النار مع الآيات عن الماء مع الآيات عن الصلاة مع الآيات عن الصلاة مع الآيات عن الاعتصام كل ده وحدة واحدة في سورة واحدة. ولما تلقى القرآن على بعض قال كلمة بسيطة نحن قوم يعني احنا في بيتنا رابطة في حاجة بنقوم بيها مع بعض لو سمعنا كلنا نص نص صوت. ايه اللي نقوم بيه؟ الإيمان. نحن قوم ابتعثنا الله، احنا أصحاب رسالة. المسلمين أنتم شهداء الله في الأرض. احنا شهداء على الناس. ومن أهم شيء في الشهادة أن يبلغ حتى يشهد. أنت لازم تصدق الناس. كل الناس العالمين نذيره هتشهد ازاي لو بلغت؟ هتشهد ازاي على الناس وانت لا تبلغ بين الله عز وجل؟ لذلك الشهيد ولا يقاتل حتى يبلغ فمات وهو يقاتل. مات اعلى هو الشهاده على الناس ويشهد على الناس ان هذا هو الحق وينصر هذا الحق ويموت من اجل هذا الحق. فكانت اجابته بسيطه نحن قوم ابتعثنا الله، الله عز وجل اخترنا واصطفى اهل الدين واهل الاسلام ليكونوا شهداء على الناس. ليه؟ لنخرج الناس. كنتم خير امتي اخرجت للناس. احنا وظيفتنا كل الناس كل مسلم يتلقى هذه العقيده يعرف يعني ايه الاسلام. الإسلام مش خمس صفوف بس للصفوف بس. الإسلام مش مجرد أحكام صغيرة جنب بعضها تعليم عليها. قبل هذا الإسلام عقيدة متكاملة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن هذا الدين هو الحق الأوحد وأن يجب علينا نصرة هذا الدين وأن هناك يوم الآخر سوف نحاسب فيه الكل سوف يقف بين يدي الله ونحاسب على ما جاء في القرآن وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأن يجب علينا عشرة هذا الدين وأن هذا الدين متكامل يدخل كل النكاح لا يفرق به بين حكم في السياسة أو في الاقتصاد أو في الاجتماع أو في العبادة. هذه العقائد الأساسية أولا ثم من خلالها نصلص ونصوص ويحفظ الزواج والطلاق كما يريد الله. ترسيخ هذه الأمور أولا نتحرك من خلالها نبيع ونشتري من خلال هذه العقائد. فلا تلهينا تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. نمارس البيع والتجارة ولا يلهينا البيع عن
ذكر الله. نعلم أن الله مطلع علينا وعلى خطايانا وعلى أعذارنا، أن الله عز وجل في علمه معنا في بيوتنا مع زوجاتنا وأولادنا. الله عز وجل مطلع. هذه العقيدة ترسل أولا ومدفن وتنطلق تطبق تطبق كامل شامل فكانت إجابات سهلة واضحة تلقى الدين كل نحن قوم ابتعث الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أكمل شرح هذه الكلمة بعد جزء بصراحة أستغفر الله وأهي الحمد لله وحده الصلاة والسلام على أبي محمد صلى الله عليه وسلم. حبة حبة ده وكان تغير الصحابة تغييرا لي في كل شيء تغير نظرته عن السلام عن الإبل عن الأرض عن الناس عن المخلوقات عن الجبال عن الشمس والقمر عن حركة الليل والنهار عن فارس والروم عن السماوات السبع والأرضين السبع تغير نظرة الصحابة عن كل شيء أصبحوا مرضيون لهذا الكون خالقا لتربيته وأنه طالع وأنه حكم يحكم ما يشاء في كل شيء وأنه سوف يبعث في يوم لا يوم بعد واليوم لا يوم سوف يسألون عن كل شيء عن النعيم والتدبير وأنه مسؤولون بين يدي الله عن تبيين هذه الدين وأنه قوم شهداء على الناس أخرج الله عز وجل يقول المعروف بالمعروف هذه العبارة البسيطة التي تقال في سطر أو سطرين غير نظرة الصحابة لكل شيء هذه العبارة نحتاج أن نعلمها إلى يوسف إلى أولادنا ماذا يعني للطفل كلمة مسلم لابد أن تقصد هذه العبارة الكلية أول تم النبي صلى الله عليه وسلم نصر على الطفل كل يا غلام احفظ الله يا خالق احفظ الله تجده تجاهك إذا سأل فاسأل الله صباح الأحمر كلية حياته إذا استعذت استعذت الله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على الملوك بشيء لا يضروك إلا بشيء ما كتبه الله عليه واعلم أن الأمة لو اجتمعت على الملوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء ما كتبه الله لك رفع عنك أعلى وجفت الصوت هكذا بهذا المفهوم الكلي تلقى أصحاب القرآن والسوسوس تلقى القرآن تلقي الكلي فأقول كان أحد يسأل سؤال عالم أي رجل يؤخذ من الجيش مش أبو بكر أو عمر مش لازم أي واحد يؤخذ من أنتم فيقول له في صوت كما نقول نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد انظر إلى هذا الفهم العظيم لهذا الدين هو يعلم إن الإنسان لا بد أن يعلم وإما أن يعبد الله عز وجل وأن يرضى بشرعه أو يخدعه الذل من الناس ويستعبده له دون أن يشرك لنخرج الناس اختيار ثاني له من الذي يتحكم في البشر إما إرادة الله وشرع الله عز وجل الذي أراده كل إرادة الرسبيعية شرع الله عز وجل تطبق بين الناس أو أفكار لأناس آخرين تفرض على الناس فرضا وقصرا ولا يقول لها ولكن تفرض عليه فجاء جانا ليعيد الناس إلى الفطرة كم تقول رب قال هذا مالك القرآن قل أعوذ برب الناس للناس رب هذا رب مالك يحكم مالك الناس هذا الملك أنت تعبده وتتقرب إليه إله هذه التفاهيم البسيطة يحتمل تبعها رب الناس ملك الناس إله هذه التفاهيم البسيطة لابد أن تشرح في عقولنا من الذي يقول ويفصل في الأرض الشرع نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ما ليش اختلاف خير الثاني يا الناس أنا أكل شرع الله يا أهواء البشر هي الأهواء فيه
ومن ضيق الدنيا هي دي العلمانيه، ضيق العلمانيه من معنى العالم على زور فقط، هو لا يفكر في غير العالم على زور. العالم هي ان يشوف الى العالم المبصر المرئي فقط، هذا ضيق من ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره. الغيب لما يدخل في حياه الانسان المؤمن مختلف، يتسع غمضه عن الحياه، العلاقات اللي بين الناس، علاقات الايمان، علاقات غير محسوسه، الملائكه غيب، اليوم الاخر، صفات الله عز وجل، الانسان يتسع في الافق. تخيل الصحابي ما كانش بيفكر غير في الناقه والاكل والشرب والنكاح، ولا يفكر الا فيما يرى. ايه القران عمل عمل نوعيه؟ كسرت السماء، كسرت المكان، وغيرنا شكل الارض، وغيرنا العلاقات بين الناس، فتغير. أصبحت صحيحة مختلفة، هو الغيب. فنحن قوم تعتعطى، أنا وأنت كده، أهل الإسلام كده، قوم تعتعطاه الله، اختاره الله ليخلي جنات كل الناس بوظيفة وظيفة، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جو السلطان وتصرف العباد بما يدوم الشر الى عدل الديان عدل الدين. الله عز وجل يقوم بالعدل. هذا المفهوم البسيط الذي كما قلت نقل عن اكثر الصحابه، رجل يقوم بالمجلس ويسال من امنه فيجيب بهذه الاجابه البسيطه، لانه فهم تلقى الدين، تلقى من المصادر الطبيعيه الاصليه للدين، تلقى تلقي كل ولم تتلقى زي ما بيقرا القران، تقرا القران تتلقى القران، وانك لتلقى القران من لدن حكيم عليم، تتلقى القران بشوشه وبلهفه، كلمات تلقاها ادم بشوشه وبلهفه غيرت حياته، فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. اريدك ان تتلقى القران تلقيا بشوشه وبلهفه، ترجع تقرأ القرآن، سمعت القرآن، الله واحد، لا إله إلا الله، يفعل ما يشاء، يدبر ما يشاء، يحكم ما يريد سبحانه وتعالى، لا ينازع في موكب ملكه سبحانه. قرأت أنا في القرآن يوم آخر نبعث نسأل عن النقيض والقطبيض، لا يغيب عنك هذا اليوم، تذكر به نفسك، تذكر به زوجتك وأولادك والناس من حولك، هذا اليوم العظيم. سمعت أن لله أحكاما وحدودا وشرعا، تنطلق تبلغ الناس وتدافع وتنصر الدين، وتبحث عن أي وظيفة لك تنصر بها الدين، تتلقى القرآن رب غفرية كما تلقى الصحابة، تغيروا فلما تغيروا في القرآن تغيروا العالم، طالما أننا لم نتغير فلن نغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عايزين تغيير يحصل فيه هو تغيير من قراءة آيات القرآن. القرآن أخاه، القرآن لا تحتاج إلى تفسير ولا تحتاج إلى تأويل. المفهوم البسيط المعروف من غالب آيات القرآن أنا أكتفي به، ولكن نريد أن نتحول إلى حقائق، الى عقائد. لما تسمع كلمه وما انفقت من شيء فهو يكلفه، خلاص هو حقيقه، طلع الفلوس من عندك عقيده اسمها فهو يكلفه. سمعت ايه الله عز وجل عليم بذات، وخلاص الموضوع انتهى، محتاجه تفسير، اصبحت حقيقه في صدرك، ماشي الشارع تعلم ان الله طريق عليك عليم بذات الصدور. سمعت رجال يكلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله والقرآن والصلاة والوالدين والزكاة، مش محتاجة تفسير، هي محتاجة تطبيق، مش محتاجة أي تفسير ولا أي تدبر، هي محتاجة تطبيق، محتاجة أنك تعتقدها وتصبح حقيقة في حياتك وتطبقها. هكذا تغير هذا الجيل الفريد، فغير العالم، ولن نغير الا اذا تغيرنا. اسال الله عز وجل ان يستعملنا من شر الدين، اللهم استعملنا من شر الدين، اللهم استعملنا من شر الدين، اللهم اجعلنا من اهل القران الذين هم اهلك وخصومك، اللهم
اللهم ارزقنا قراءته آناء الليل واطراف النهار، وارزقنا تدبره والعمل به رب العالمين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم اصرف عن بلادنا الفتن وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر بلدا امنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم قيض الى هذا البلد امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويهدى فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم ول مولينا من يحكم فينا شرع شرعك العالمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.